السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أصدقائي. نجدد اللقاء بكم من جديد من قناتكم على اليوتيوب مشاكل وحلول، واليوم إن شاء الله جايب لكم موقع لتسجيل العمل وعقود العمل وبلا المخاطرة والتهريب، وتمشي وتدخل ألمانيا وإنت معزز مكرم. إخواني، الآن ممكن يطلع لنا واحد يقول كثير من البرامج سجلنا بيها وماكو يعني أي نتيجة. أخي العزيز، أنت لازم تحاول وتبقى تحاول، لأنه هاي البرامج يعني تعتمد على النقاط اللي عندك. يعني أنت خريج، أنت صاحب مهنة، أنت صاحب يعني حرفة معينة، فهذه النقاط كلها تزيد عندك، واللي يريد يسجل تزيد فرصته بالتحاق بسوق العمل في أوروبا، البلاد الأوروبية المتقدمة. يعني حقيقة أخواني، أنا ممكن أعطيكم عذركم أنه سجلتوا بعدة برامج ونشرنا عدة برامج، وممكن ناس استفادت وناس ما استفادت من عدها، ولكن أخواني هو هذا يعني البرامج هاي لما تنفتح حوالي بالمليونين 3 ملايين يسجلون بيها، فتكون القرعة صعبة جدا. وخلونا ندخل، والتسجيل سهل جدا أخواني، وبضغطة السر وبضغطة واحدة أنت بإذن الله تعالى سوف تسجل بأقوى موقع للعمل في أوروبا وهي ألمانيا أصدقائي. الآن مثل ما تشوفون ضغطنا على هذا إنشاء سيرتك الذاتية بثانية واحدة أخواني، بثانية واحدة نجي هنا ندخل. طبعا أخواني إحنا نستعمل اللغة العربية للشرح، للشرح فقط وليس للتسجيل، التسجيل باللغة الإنجليزية حصرا أخواني. الله يحفظكم، انتبهوا وسجلوا ملف احترافي بحيث لا توجد الأغلاط، لأن الأغلاط راح تسبب إلى إهمال ملفك. الآن نجي نسجل بالإيميل العادي، خطوات جدا بسيطة أخواني، وتسجلون في سوق العمل في أوروبا. مثل ما تلاحظون تابعوا خطواتي خطوة خطوة وراح تسجلون بكل سهولة. هذا الآن ضفنا إحنا الإيميل، لو جينا سجلنا إخواني بالمتصفح هذا، ممكن أنت تسجل بالمتصفح إذا كان عنوانك مضبوط، وإذا الفيس إذا كان عنوانك مضبوط سجل بالفيس. ولكن إحنا لماذا ننشئ حسابنا هنا؟ يعني الأرجو شوية تطولون بالكم وياي، لأنه حتى لا تغلطون. ليش نسجل هنا أخواني؟ لأنه رح يطلب عنوان مضبوط حتى يقدرون يراسلوكم عليه إن شاء الله بإذن الله تعالى. والآن نضغط هنا إنشئ حساب، يعني سريع جدا. هنا شو يطلب؟ اسم المستعار. يعني أني ما حطيت اسم مستعار، ولكن هو أخذ من عندي الاسم الأول من الإيميل وحطه هنا، يعني هذا اعتبره الاسم المستعار وراح أمشي وياه. أخواني هنا دي يقول كلمة السر يجب أن تكون رموز وحروف، يعني أنت قدر الإمكان قوي كلمة السر، وعلى الأقل تحتوي على 8 حروف وتكتبوها بطريقة سرية بحيث يعني يصعب على الإنسان حلها. الشفرة هذه تلاحظون صارت قوية الآن، يقول من خلال تحديد، يقول استخدم شروط، انقر هنا راح نسجل، راح ندخل على الخطوة اللي جاية. أصدقائي تابعوني، يقول الآن ألمانيا راح نخليها مثل ما هي، أريد الاستقرار هناك راح نخليها مثل ما هي. الآن جنسية شنو؟ مغربي. أنت تختار الجنسية من هنا. شنو تختار الجنسية؟ جنسيتك أنت شنو؟ جزائري، سوري، عراقي، تونسي، كل شيء تختاره من هنا. مثل ما قلت لكم اخواني تختارون الجنسية من هنا. انا راح اختار البلد مالتي اللي هو مكتوب حتى عراق، يعني راكينو. لا تلاحظون الان تأكيد المعلومات اخواني مثل ما تشوفون بكل سهولة راح تسجلون. راح ننتظر شوية. الان يقول مرحبا، خلال 15 ثانية أخواني ننتظر شوية حتى نتحول إلى الاستمارة اللي راح نمليها، وبضغطة زر واحدة إن شاء الله راح نسجل بهذا الموقع الرهيب. يقول حدد نوع الوظيفة، السيرة الذاتية الخاصة بك، تحقيق بكل سهولة أخواني.
يعني الآن يقول حدد نوع الوظيفة البحث في الفئة أين. الآن أخواني هاي الفئات الموجودة وهاي الوظائف الموجودة، يعني إيش قايل لك هنا؟ المشتريات واللوجستية والنقل، سائق شاحنة، استيراد، تصدير، أمين مخزن. تلاحظون هاي الوظائف. هنا الزراعة، هنا قصاب، خباز، آخرون. الهندسة المعمارية، أنت شنو تخصصك، شنو حرفتك، أنت تختار من هنا. هنا حلاق، التجميل. تلاحظون هاي يقول مدرس ثانوي، معلم، مدرس لغة، توكيد، مصرف، المحاسب، وكيل عقاري. يعني كل شيء حاطي لك الوظائف هنا وتختار من عندها. لاحظوا أصدقائي هاي كلها وظائف. ايش راح نختار احنا؟ نختار ابسط وهي خلينا نقول خباز. الان يقول الموقف المحدد هو خباز. التالية نجي نضغط هنا بكل سهولة. أصدقائي تابعوني حتى لا توقعون بأغلاط. التالية يقول عنوان البحث الخاص بك، يعني مثلا شنو الخباز، شنو هو مثلا خبير بالخبز، مدير مخبز، صاحب مخبز. تكتب هنا ايش تكتب بالانجليزي اخواني، بالانجليزي. يعني ممكن تترجمها انت وتكتبها بالانجليزي. هنا تكتب العنوان الوظيفي مالتك، هنا عنوان البحث الخاص بك. يعني شنو مثلا؟ مثل ما قلنا صاحب مخبزة، خباز، مساعد خباز، هيك يعني. وصف الوظيفة التي تبحث عنها بكل سهولة. هاي شنو الوصف؟ مثلا أريد العمل في مخبز، أنا مدير، أنا خباز درجة أولى، أنا وضعي كذا. يعني بكل سهولة أصدقائي تبحث عن، تكتب الوظيفة اللي تريد، شنو اكتب النوع، وصف الوظيفة مالتك. أنا أخبز الخبز، وأنا خباز درجة أولى، وأنا يعني لدي خبرة يعني في هذا المجال كبيرة جدا. يعني بسيطة بسهلة جدا. يعني أخواني إحنا الآن وصفنا الوظيفة، الآن حدد تجربتك. يعني شكد عندك؟ كبيرة، خبير، خريج، يعني الخبرة اللي عندك مثلا شنو نكتب؟ كبيرة، خبرة كبيرة. يعني الترجمة أخواني الترجمة. مهاراتك تريد تكتبها، تريد تخليها مهاراتك، تضيف مهاراتك إلى الخبز. يعني كل إنسان عنده مهارات غير المهارات اللي دي يشتغل بيها. مثلا صاحب أعمل على الكمبيوتر، أحب التسوق، تكتب مهاراتك. الآن يقول أضف لغات. اللغات شنو اللي يضيفه؟ مثلا راح أضيفها للعربية. يقول حدد المستوى، مفاهيم، وسيط، جاري، اللغة الأم. تكتب هنا اللغة الأم، تختار اللغة الأم. شهاداتك، شهاداتك ضيفها هنا. إذا حاصل على شهادة وإذا لم تحصل على شهادة خليها فارغة بدون ما تكتبها. وهاي أيضا الراتب تخليها فارغة. الوظيفة المراد شغلها أخواني هاي مثلا تكتب التأريخ، أي تأريخ شغلت الوظيفة مالتك، أو أنت عندك خبرة بهاي الوظيفة، يا سنة دخلت بهاي الوظيفة، تكتب التأريخ مالتها. طيب الآن إيش نختار، عقد دائم ولا تدريب؟ أخواني أنصحكم تأخذون هاي الثنتين، عقد دائم وتدريب مثل ما تشوفون بكل سهولة. عقد دائم وتدريب. بعدين وين نجي؟ دوام جزئي لو دوام كامل؟ لا، دوام كامل تختار بهاي الطريقة أصدقائي. تختارون هاي الثلاثة مثل ما تشوفون، هذه هي تختاروها بكل سهولة أصدقائي. الآن نجي هنا يقول البلد، طبعا راح تخلو ألمانيا، المدينة تخلوها فارغة، خلوها هم يختارون لكم المدينة. الاتصال أحبائي، الاتصال تختارون رقم التليفون تحطوه هنا وتختارون معرف البلد 00964 وبعدين تكمل الرقم، كل واحد على حسب بلده. أخواني العنوان، العنوان
يعني تكتبوه مثل ما أنزل. العنوان ضروري، الدولة، المحافظة، الولاية، رقم الشارع، الشارع، رقم البيت، تكتبوه نصا مثل ما موجود عندكم في بطاقات السكن. الآن البريد الإلكتروني هذا هو اللي كتبناه بالبداية، بعدين هنا تأكد رقم التليفون والمعرف الخاص بالدولة. صلاحية عرضك هنا تكتب هنا مثلا، تكتبها مثلا إلى 25، يعني مثلا 1/1 إلى سنة 2025 أنت يعني تبحث عن هذه الوظيفة إلى هذا التأريخ. أخواني الآن الصورة، هنا الصورة، الصورة اختيارية. إذا تريد، إذا عندك صورة حملها من التليفون أو من اللابتوب وهي صورة اختيارية، إذا حبيت تحملها أو ما حبيت تحملها. طبعا هنا أول شيء راح تسجل، هنا تنتهي التسجيل بطريقة بسيطة جدا. هنا أخواني تضغطون، احنا مملينا الفراغات، انتوا راح تملوها، أنا ما راح أسجل، أنا بس شوفتكم شلون تسجلون بموقع العمل هذا الألماني، وتختارون الفئة اللي أنتوا تنتمون إليها، وإن شاء الله يا ربي تكون الوظيفة من قسمتكم نصيبكم. وهنا بضغطة زر واحدة راح تسجل وينطيك وتتراسل على الإيميل، وإن شاء الله يا ربي تكون من قسمتكم ونصيبكم الوظيفة بإذن الله تعالى. إخواني هذا كان فيديونا، وأي سؤال أي استفسار أنا حاضر. وإلى هنا نأتي لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.